الكلام ديالنا على الصعيد الوطني. بالمناسبة كنشكر الصحافة المحلية، إن هي الدعامة للمتنفس ديالنا فاش فيما كان شي تضارب يديروا التغطية في المستوى. وتنشكر الجميع وتنأخذ لكم موعد إن شاء الله في اللقاء القادم. إذا بالنسبة للشواهد كما رجع لها سيدي السي بركة 820 شهادة، راه ما سالاش، ما غاديش نعطيو 820 شهادة. الحالية اللي كاينين عندنا غادي نصاوبوهم وغادي نقدوهم كل رئيس ديال الجمعية، غادي نعطيوهم الشواهد باش يعطوهم الناس المنخرطين ديالهم، الناس الفرادى. بعد غدا إن شاء الله غادي تجيو الوكالة ديال الصناعة التقليدية، غادي تلقاونا كل واحد غادي نعطيوه الشهادة ديالو، ولا اللي قريب لينا راه ماشي مشكل. بالنسبة للجمعيات والتعاونيات، رؤساء ديال التعاونيات والجمعيات كيجيو عندنا نسلموهم الشواهد باش نعطيوهم المنخرطين ديالهم، وشكرا للجميع. شكرا.